لا قلت له كلمتين وخلاص ربنا يعين، ولا كلمتين بقى عشان كنت بغسل وشي ورحت قافله كده كانت على وشي كمان بقفل من كده انا اسف، لقيتك بتغسل وشك رحت قافله الزيت ربنا يعينك. خلاص قلت لي في الكافيه ربنا يعينك قويك، انا دول جنبي كمان قولي اللي عاوزاه اي حاجه يا دي اللي عايزاها من ربنا، اقشري القرآن، اقشري القرآن اللي قريته، القرآن اللي قريته كله انشريه، بإذن الله صغير كبير قصير طويل إن شاء الله، وتفسير القرآن كمان بإذن الله ربنا يعينك قويك يا رب ربنا بإذن الله يعينك. يا رب.